بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده اخر البث التلفزيوني، هنتكلم فكره بسيطه عن الماشين ليرنينج. وده موضوع يعني ما اعتبرش جديد، ولكن هو مازال في مجال البحث، يعني للي عايز يشتغل مشروع، يشتغل بعد التخرج في الموضوع، سواء ماشين ليرنينج، ديب ليرنينج. ده ممتد يعني جاي من الماشين ليرنينج، منبثق من الارتفيشال انتليجنس، والديب ليرنينج نازل من الايه، من الماشين ليرنينج. ايه الماشين ليرنينج؟ احنا ليه بنعلم الماشين؟ هنستفيد منها ايه؟ طبعا علشان اوبتمايز البرفورمانس. طب بنعلمها ازاي؟ في ثلاث طرق هنتكلم عليهم دلوقتي. طب بنعلمها ليه؟ لو اصلا الانسان ده ما عندوش خبرة، فهو بيخلي المكنة او الجهاز او الماشين ان هي تاخد الخبرة ديت علشان تفيده في اتخاذ اي قرار. لو هو حتى مش عارف يشرح لها خبرته ديت، فهو بيقول لها عن طريق الأمثلة. يعني أول نوع مثلا اللي هو السوبرفايزد ليرنينج، إن أنا بقول للماشين إنبوت وأوتبوت، يعني بقول لها لو الداتا جات لك كذا النتيجة هتبقى كذا، لو الداتا جات لك كذا هتبقى النتيجة هتبقى كذا. الجهاز بيقعد بقى يطلع فيتشرز للإنبوتس ديت، وبيعرف الاوتبوت بتاعها على اساس ان لو جاله انبوت تاني يقدر ان هو يكلاسيفاي الانبوت ده ويقول الاوتبوت هو ايه نتيجه الايه، الاكسبيرينس اللي اخدها من الداتا سيت اللي خدها عن طريق اليوزر، واللي خدها عن طريق اليوزر اثناء التايم. يعني هو مش شرط ان هو ياخد الداتا سيت كلها من الاول، لا، ده ممكن هو بيبني الداتا سيت كل شويه بتجيله داتا جديده بيقدر يصنفها تاني ويزود الاكسبيرينس بتاعته، وبالتالي يقدر يطور من نفسه. في حاجات طبعا برضو من الاسباب استخدام الماشين ليرنينج، ان في حاجات الانفايرمنت نفسها متغيره زي الروتينج او المسارات في النتورك. ولو انا عندي عايز اظبط السوليوشن على كيس معينه، برضو الماشين ليرنينج هي اللي هتقدر تغير النتيجة طبقا للداتا سيت اللي انا بديها. وبالتالي يبقى انا الهدف من الماشين ليرنينج ان انا ببني كمبيوتر سيستم علشان يظبط ويعلم الماشين من الاكسبيرينس. فالماشين ليرنينج دي ديفينيشنز، ولكن احنا ممكن نختصرها في ايه؟ ان انا ايه الفرق بين التراديشنال بروجرامينج والماشين ليرنينج؟ التراديشنال بروجرامينج سواء سي، جافا، سواء حتى البرولوج، احنا بيبقى عندي انبوت وبروجرام بيشتغل على الانبوت او على الداتا ده، على الداتا ديت بيطلع لي اوتبوت. في الماشين ليرنينج العكس بقى، ده انا بديله الانبوت والاوتبوت هو اللي بيطلع لي البرنامج نتيجه الفيتشرز ديت، هو اللي بيكلاسيفاي الكلام ده وبيطلع لي البروجرام نفسه، اللي هو لو اديته انبوت تاني هيديني هو هيطلع لي هو الاوت. يبقى البروجرام ده من الداتا سيت اللي انا دخلتها له البروجرام ده من الداتا سيت اللي انا دخلتها له والاوتبوت اللي انا دخلته له في الاول، ما هو انا لازم ابني له الخبره الاول، فبدي له الايه، الانبوت والاوتبوت او الداتا. ولو دخلت لك الداتا ديت الاوتبوت المفروض او الريزلت هتكون شكلها كذا او قيمتها كذا. هو من الدنيا اللي هو بتخش له هنا بيبني الالجوريزم وبيبني البروجرام بتاعه نتيجه الفيتشرز بتاعت الداتا دي. طب نفترض خلاص انا هي دي الداتا اللي عندي، جت داتا جديده بقى، فالمفروض لما الداتا ديت تخش له
يبقى خلاص عنده بقى عنده البروجرام، هيران البروجرام ده هيطلع لي الاوتبوت الجديد اللي انا اصلا ما كنتش اعرفه غير التراديشنال ايه البروجرام. طبعا ده بي 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 بيحسن الافيشنسي والبرفورمانس. الثلاث انواع اللي احنا كنا بنتكلم اللي انا قلت لكم عليهم هي سوبرفايزد ليرنينج وان سوبرفايزد ليرنينج ورينفورسمنت ليرنينج. السوبرفايزد ليرنينج احنا ممكن نعتبرها زي البيبي، الطفل، طفل ما يعرفش اي حاجه. الطفل ده بياخد خبرته من ايه؟ منك ومن اللي حواليه، من الانفايرمنت اللي حواليه. يعني لو احنا كل شويه بنقول له شايف ديت ايه، دي قطه، هو خلاص هو اما دخلت له الانبوت ان دي الانبوت اللي هي صوره او القطه الحقيقيه، هو لما بص لها رسم في مخه الفيتشرز بتاعه القطه ديت، وبالتالي الاوت بتاعه ايه، ان دي كات او دي قطه. يبقى هو لو شاف قطه تاني او شاف نفس الشكل هو هتسأله ايه دي، هيقول لك قطه، ايه دي، هيقول لك قطه. بقى هي المعلومه الخبره اللي عنده كلها هي صور لقطط، والاوت بتاعها انه كلمه واحده ان هي كات. طب افرض انا رحت قايل له الصوره دي، الصوره دي، هو طبعا ما يعرفش الدج، هو ما حدش علمه الاكسبيرينس ديت او الاكسبرتيز ديت مش عنده. فهو لو انا وريته الصوره ديت غالبا هيقول لي كات. لو انا ابتديت اعلمه بقى واقول له لا ده ايه، ده دوج مش كات، هيبتدي هو ياخد الفيتشرز الجديده كطفل ويدخلها على مخه ويعرف ده حجمه اكبر، لا ده ودانه شكلها كذا، ده رجليه اطول. هو الفيتشرز ديت هيبنيها عنده، وخلاص اول ما هيشوف الصوره زيه خلاص بقى عنده ايه الاكسبرتيز، بقت عنده صور للكاتس وللايه وللدوجز. هو بيقعد يبني الكلام ده من نتيجه ايه، نتيجه اللي هي سوبرفايزد ليرنينج. يعني ايه تعلم او تعليم بايه، باشراف. باشراف يعني ايه، انا اللي ببني له الاكسبيرينس في الاول، بقول له ان انت عندك الداتا اهي والاوتبوت اهو، الداتا اهي والاوتبوت اهو، كل داتا الاوت، كل انبوت الاوتبوت بتاعه، كل انبوت الاوتبوت بتاعه. فانا اديته الداتا سيت واديته الايه الريزلتس بتاعتها، وبالتالي هو بنى استخلص الفيتشرز بتاعتها، وابتدى يبني الاكسبرتيز او الاكسبيرينس اللي عنده. وبالتالي انا كده خلاص هو اي صوره هي ايه هيعرف هي دي ايه. طب دي اسمها ايه؟ اسمها كلاسيفيكيشن. هو قسمها لسيتس، هو اخد كل الصور دي وحطها في دماغه ان ديت الست بتاعت الكات، دي الست بتاعت الايه الدوجز. طب افرض ان انا دخلت له صوره هو ما يعرفهاش قبل، ما يعرفش عنها حاجه، هو هيشوفها الاقرب ست عنده ويحطها. طب هل هو هيبني بقى ست تانية؟ ممكن يبني ست تانية نتيجة ان الفيتشرز مش متشابهة، مع ما فيش اي نسبة تشابه بينها وبين اي كلاس هو بناه قبل كده. برضو الاكزامبل التاني السوبرفايزد ليرنينج، انا بقول له ان دي دك ودي دك ودي مش دك ودي مش دك. هو خلاص اخد الايه يقدر بيريدكت او البريدكشن موديل وبقى عنده. وبالتالي لو انا دخلت له صوره لدك، هو المفروض ايه من البريدكت موديل ده هيقول لي ايه ان هي دي دك. طب لو جينا مش لازم بقى صور، ممكن اي عمليه حسابيه، بديله مثلا مجموعه نقط، بقول له ان لو عندك 3 و2 هت ايه الريزلت او الاوتبوت بتاعها هيبقى 0. طب لو عندك 6 و6 الريزلت 1، لو 2.6 و3 الريزلت 0. كل القيم ديت يبقى اديته برضو نفس الكلام، داتا سيت وايه والريزلت بتاعها او الانبوت والاوتبوت. هو هيبتدي برضو يشوف فيتشرز للداتا سيت ديت، فرسمهم.
خلاص، وعرف وخلى كل اللي بالزيرو، اللي الاوتبوت بتاعه بزيرو باللون الاسود او الازرق ده، واللي واحد باللون الايه الاصفر ده. يبقى دلوقتي لو انا دخلت له قيمة، هو هيشوف، هي طبعا المجموعة ديت هي كلاس، ان السوبرفايزد ليرنينج هي اسمها التاني او تصنيفها ان هي كلاسيفايد. فدي بقت هو عمل لها تقسيمة، فده بقى كلاس وده كلاس. فلو جت نقطة قريبة من الكلاس ده هيقول ان هي 1، الاوت بتاعها 1. لو قريبة من الكلاس ده الاوت بتاعها 0، لان الكلاس ده كله كل الانبوتس اهي الاوت بتاعها ايه 0. فهي ادي الكلاسيفيكيشن. وفي حاجه تانية برضو في السوبرفايز اسمها ريجريشن، اللي هي التوقع. هنشوف هي ايه التوقع. المهم ان انا كده خلاص اديته الداتا سيت هنا، وجيت قلت له الاوتبوت بتاعها اهي، يعني 3 و2 الاوتبوت بتاعها 0، نفس الكلام اللي احنا قلناه. فهو برضو رسمهم. جيت قلت له بقى ايه، انا عندي نص 0.5 و0.8، فجي رسمها هنا البوينت 5 والبوينت 8 اللي هي باللون الاحمر. هو في ما زال الايه 3 الصفر هم والثلاثه السود هم، دي لونها بايه احمر. طب هو النتيجه طالما كلاسيفاي او مستخدم السوبرفايزد كلاسيفيكيشن هيقول ايه، هي اقرب لانهي جروب؟ اقرب للجروب ده، يبقى الاوت بتاعها ايه بزيرو، لان كل الجروب ده ايه او الكلاس ده ايه الاوت بتاعه بزيرو. طبعا ديت مش دقيقه، لما هتبعد قوي كده وهو ما عندوش غير الاثنين سيتس دول او اثنين كلاسز دولت، وبالتالي النتائج زي ما انتم شايفين كده ان كل دولت نتيجه ايه؟ نتيجتهم بايه؟ بزيرو. طب ولو 8.5 و10، 8.5 و10 اهي، طب هي قريبه للكلاس ده ولا الكلاس ده؟ للكلاس ده، وبالتالي الايه؟ الاوت بتاعها المفروض يبقى ايه؟ يبقى 1. ده طبقا للايه؟ السوبرفايزد ليرنينج والتصنيف بتاعه اللي هو او اللي بنستخدم الكلاسيفيكيشن. طب ايه الريجريشن؟ اللي هو التوقع. توقع يعني ايه؟ هو بياخدها كقيم بقى، مش كست، مش كلاسيفيكيشن، مش كلاس، لا كقيم. وبالتالي هو بقى بيستقرب بقى او بيشوف هو الرقم ده، يعني لو احنا هنا اهو الارقام دي قلنا ان هي بكام؟ قلنا ان ديت بواحد مش كده، وديت ارقامها بكام؟ بزيرو مش كده. وبالتالي لو جيت قلت له 0.5 و0.8 اللي هي ديت، المفروض ان هي قيمتها كام؟ لو في الكلاسيفيكيشن كانت هتبقى زي ما خدناها كده، زي ما شفناها كده ان هي زيرو، لكن هنا هو هي دي توقع، هي ديت زيرو، لكن هي مش زيرو، ده هي ده هنا ده الزيرو وده الوان. يبقى اللي بين الزيرو والوان دي قيم تانية، 0.5 0.6 7 لغايه ما اوصل للوان. طب واللي قبل الزيرو ده ممكن تبقى بوينت نيجاتيف، نيجاتيف ايه بوينت ايه 6، نيجاتيف بوينت ايه 6. طب ولو انا عندي 8.5 و10 اللي هي اللي فوق اللي هي النقطه دي، طب هي قريبه من قيمه واحد من الكلاس اللي فيها واحد، لكن لو نستخدم الريجريشن لا، هي ازيد من واحد بشوي، يبقى ايه بواحد ونص. ديت الايه الريجريشن. يبقى احنا ده اول نوع في الماشين ليرنينج اللي هي السوبرفايزد ليرنينج اللي هي بالايه بالاشراف. ايه الان سوبرفايزد ليرنينج؟ ان سوبرفايزد ليرنينج يعني معناها ان انا ما فيش حد يعلم هذا الطفل، ومديله شوية أشكال، هو بقى في دماغه كده بيقعد يشوف الأشكال ديت، ديت مكعبات، دي مربعات، دي مثلثات، دي دوائر، دي هو بيقعد بقى يلم الدوائر مع بعضها، وبيلم كل أشكال ليها علاقة ببعضها مع بعضها. بس هي دي بتبقى كلاسيفيكيشن؟ لا، بتسمى كلاسترينج. هو قسمها للجروبس ديت، فكل جروب نوع، كل نوع معين بيبقى اندر جروب معين، جروب وات ايفر هو اسمه ايه. وبالتالي هو خلاص هو بنى الالجوريزم او البروجرام بتاعه، لو جاله اي شكل بعد كده هو هياخده يحطه فين؟ في الجروب الايه
المناظر ليه، يعني حاجة زي كده. لو هو بياخد مجموعة صور، يعني لو احنا ما بنتكلمش على الأطفال، احنا بنتكلم على الكمبيوتر، ادينا له مجموعة صور، هو بياخد الصور ديت وبيشوف الفيتشرز بتاعتها ويبتدي يعمل أول كلاس، وده الفيتشر بتاعته كذا كذا. أي صورة الفيتشرز قريبة لهذه الفيتشرز فبيحطها في نفس الايه الجروب ده. لا ده في صورة الفيتشرز بتاعتها بعيدة خالص، يبقى هيكريف او هينشئ لها جروب تاني، وهكذا وهكذا. يبقى هو ينشئ الجروب، هل في حد اشرف عليه ولا حد نصحه ولا حد قال له ان لما ينبت كذا هيبقى اسمه كذا؟ لا ما حدش قال له حاجه، لا هو اللي بنى الايه الليرنينج ده مع نفسه. زي كده هو اخدهم قسمهم لجروبس، ان سوبرفايز ليرنينج، اخد دولت شبه بعض خلوهم في السيت الاولاني او الجروب الاولاني، وده الجروب الثاني، وده الجروب الايه الثالث. لو نيجي في الـ في الـ في الـ في الارقام اللي احنا كنا شفناها في السوبرفايز، هنلاقيها ان هو قسمهم ل 3 جروبس. ليه؟ لان لقى النقطه ديت بعيده قوي، لقى النقطه دي بعيده عن النقطتين دول، وبالتالي خلاهم 3 جروب. دولت قريبين من بعض، ادي الجروب الاول وده الجروب الثاني وده الجروب الثالث. النوع الثالث الريانفورسمنت ليرنينج، وده يعني لو قلنا مثال عليه ده هو يعني تعلم بالتعزيز. يعني ايه بالتعزيز؟ ان انا بدي جوائز، كل ما يعمل حاجه صح بديله بوينتس، لو عمل حاجة يعني نص ونص بديله بوينتس أقل، لو مش عارف ما عمل حاجة غلط يبقى بديله مثلا بالنيجاتيف. لما أنت مثلا بتلعب جيم ومعاك المضرب اللي بيبقى ماشي تحت ده وبتقعد تستلقى الحاجات اللي نازلة من فوق، أنت ما أنتش عارف اللي نازل ده هيديلك بوينتس قد إيه، ده هيديلك 100 بوينت، ده هيديلك 50، ده فأنت بتاخد الخبرة من لما بتشوف الكلام ده، بتشوف إن اللي نازلين دولت حاجتين، طب تاخد ده ولا ده؟ لو انت ما عندكش خبرة انت هتاخد راندوم، هتاخد ده 100، طب المرة اللي بعدها هتاخد التاني هتلاقيه 50، يبقى خلاص مش هتاخد الـ50 ده تاني، لا في واحد بالنيجاتيف معايا. وبالتالي هو بيقعد يحسن من نفسه نتيجة الايه، نتيجة الريانفورسمنت او الريدرو ده اللي بياخده، الجايزة اللي بياخدها دي او البوينتس اللي هو بياخدها. يعني مثلا سواق تاكسي واحد ركب معاه اداله بقشيش يعني زياده وهو نازل، لازم الراجل السواق ده يقعد هو اداني البقشيش ده ليه؟ انا عملت ايه؟ لا كنت قاعد ساكت مثلا. المره الثانيه ده انا ما ادانيش حاجه، يبقى ده انا كنت قاعد ارغي لما صدعت له راسه. هو هيقعد يحسب وبيشوف، وبالتالي بيحسن من ادائه بان هو نتيجة ان هو الحافز اللي اخده ده مثلا روبوت وقاعد يجمع من الارض اي اوبجكتس، وكل اوبجكت بيجمعه هو بياخد عليه بوينتس، كل ما الاوبجكت يجمعه هو بيلاقي انه اخد بوينتس اكبر او اكتر، هياخد اوبجكت تاني لقى البوينتس اقل، يبقى هو هيهتم بالايه بالاوبجكتس، يلم الاوبجكتس اللي هي ايه فيها اللي بياخد فيها بوينتس ايه اكتر. بعد كده في حاجه ديب ليرنينج، وبرده الديب ليرنينج ده جاي من الايه من الماشين ليرنينج. يبقى احنا الاي اي، الماشين ليرنينج، الديب ليرنينج. الديب ليرنينج ده الفرق بينه وبين الماشين ليرنينج ان هو بيتعامل مع كم كبير من الداتا. الماشين ليرنينج لو احنا حطينا لها كم كبير من الداتا مش البرفورمانس بتاعتها هتقل، لان البروسيسنج هيعلى جدا. الديب ليرنينج بيتعامل بانه مجموعه من اللايرز، الكلاسيفيكيشن بتاعته مجموعه من اللايرز، وهو برضو جاي من نيورال نتورك اللي هي بتستخدم الخلايا العصبيه، او مش بتستخدم الخلايا العصبيه، بتستخدم التكنيك بتاع الخلايا العصبيه دي بتشتغل ازاي، بلايين المليارات الخلايا العصبيه بتكلم بعضها وليها انبوت وليها اوتبوت، طب بتتكلم ازاي وفي لينكس بين الخلايا ديت وبعضيها، طب هي الكلام ده بتعمله ازاي،
وطبعا المخ كل ما هيخش له داتا كل ما البرفورمانس هتزيد مش هتقل، لا دي هتزيد نتيجة ان هو دقة الاوتبوت او دقة المعلومة اللي هياخدها، نتيجة ان كل لو بنتكلم على الصور صور كتيرة جدا، وبالتالي الفيتشرز بقيت اقدر ادقق المعلومة بين الصورة والصورة لان انا عندي الداتا سيت كتيرة جدا، وبالتالي اقدر الاوتبوت بتاعي يبقى مور اكيوريت. فده الديب ليرنينج، وده موضوع بحثي يعني برضو مش حديث قوي، ولكن هو لسه شغال، وبرضو للمشاريع للبحوث اللي احنا هنتكلم فيها لو حد هيبحث في مثلا الفرق بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج، الفرق بين الاي اي والماشين ليرنينج، نيورال نتوركس والاي اي، نيورال نتوركس والديب ليرنينج، كل ديت كلها واخدة من بعضها مميزات وفيها عيوب، اتحسن في حاجة تانية. فالديب ليرنينج ده الاخر حاجة دلوقتي ان هو حسن من نفسه، ان هو البروسيسنج او الكلاسيفيكيشن بتاعته مجموعة من اللايرز غير النيورال نتوركس. النيورال نتورك هي لاير 3 لايرز، هيدن لاير ديت عشان البروسيسنج، ولو هي اقدر اكلاسيفاي الداتا بلاين يبقى مش محتاج حتى الهيدن لاير اللي في النص ديت، لان هي هتبقى زي معادلة من الدرجة الاولى زي مثلا y equal x plus 1، فديت خلاص بقت اقدر افصل كل ما x تخش في y مختلفة، وبالتالي اقدر اطلع output accurate بخط بمعادلة خط مستقيم. فالديب ليرنينج لا، ده هي مش بتشتغل بهيدن لاير واحدة، دي مجموعة من الهيدن لايرز، طبعا الشغل بتاعها بيبقى أدق، ولكن هي عايزة علشان تطلع الأوتبوت ويبقى ليها معنى إن بتبقى عايزة هيوج أو بيج داتا علشان إيه تتعامل معاها. ده الشكل طبعا بتاعها، وشايفين الدنيا عاملة إزاي. بس كده، هو احنا انا بس قلت اقول محاضرة علشان وانا عارف ان في ناس كتير يعني قاريين في الماشين ليرنينج وكانوا وعدني في ان هم، لكن بقى ربنا يصلح الحال ان شاء الله. دي ان شاء الله اخر محاضرة، وبالتوفيق ان شاء الله. احنا كده بنتكلم على الاي اي مع الماشين ليرنينج، والماشين ليرنينج مع الديب ليرنينج بمنتهى ببساطة، أو ما فصلناش قوي. اللي عايز يكمل في القصة ديت طبعا نيورال نتوركس والكلام ده، دي مادة لوحدها إن شاء الله في سنة رابعة. وبالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم.